المحاضرة القيمة، سؤالي: كيف يمكن لنا كشباب أن نكون فاعلين في مشكلة المياه، خاصة وهناك تحديات عدة أهمها تشابك الاتفاقيات الدولية والقوانين؟ ممكن تحكي لنا كمان عن تجربتك بما أنك أحد الشباب الرواد في منظمة دولية مهتمة بالمياه. شكرا. Hello. مرحبا. اعتذر. حسنا، لا أكرر السؤال لأنني فقدت الكلمتين الأولتين. أنت تتحدثين عن الخبرات في القوانين الدولية في مجموعات الشباب، هل كان هذا هو سؤالك؟ بداية يمكنكم أن تسمعونني بلغات مختلفة، ويمكنني أن أسمع سؤالك بلغات مختلفة. فيما يتعلق بخبرتي الشخصية في القانون الدولي، هي ليست بهذا الكبر، ولكن خبرتي على المسارح العالمية وكيفية استغلال وجهات النظر للشباب وكيفية تضمين الشباب وإشراكهم في هذه الملفات. عندما يرغب الجميع في إشراك الشباب، ولكن علينا أن ننظر في الكيفية وفي الأسباب، وكذلك علينا أن ننظر في عنصر الثقة. على الجميع أن يثقوا في الشباب، ومن ثم فالأمر يكون معولا على صانع القرار في وضع الثقة في الشباب، ذلك لأنهم هم القاطرة، وكذلك هم من يشكلون النصب والنصيب الأكبر من السكان. لا أعني هذا شخص واحد، شخص فقط، شخص شاب في غرفة من 50 شخص في هذه القاعة، ولكنني أعني 20 شخصا أو 50 شخصا. علينا أن نتحدث بالأرقام وبالنسب المئوية. هل بذلك أجبت عن سؤالك؟ أنا أقصد أن احنا كشباب إزاي نكون فاعلين في حل قضايا الملاءه. وبما انك شغاله في منظمه مياه، كنت حابه اعرف اكتر عن دور المنظمه في حل المشاكل على مستوى العالم. حسنا، بالنسبة للشباب في حل هذه المشكلات الدولية، أظن أن الانضمام إلى المجموعات على سبيل المثال ما ذكرته سلفا بشأن مواصلة كتابة الخطابات والوصول إلى صانع القرار، هذه النقطة في غاية الأهمية، وكذلك محاولة الفهم كيفية آلية صنع القرار وكيفية مشاركة الآراء وكيفية التواصل مع المجالس الدور النيابية والتشريعية والبرلمانات ودعوة مثل هؤلاء الأشخاص وممثليهم لأن ينظروا في هذه هي الحلول المقترحة وهذه هي القرارات المقترحة وأن يكونوا مضمنين في مثل هذه الجلسات وكذلك دعوة الشركات وكذلك الجهات الرئيسية في قضايا المياه وكذلك الحصول على كل هذا الزخم لأن نتحدث إليهم وأن يسمعوا أصواتنا وأن يسمعوا قراراتنا وقراراتنا المقترحة. بالطبع هذا لن يكون هو المقترح الأول أو الأخير، ولكن علينا تكرار كل هذا وأن نجد لأنفسنا هذه المساحة. وكما ذكرت فهناك الكثير من التفاعلات الشخصية، وهذه هي أفضل إجابة يمكنني أن أجيبك عنها. شكرا جزيلا.